بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا اخوان في مقطع جديد من مقاطع لعبة وور فريم. اليوم بإذن الله يا اخوان راح نستكمل سلسلة مهمات النايت ويف. طبعا يا اخوان مهمات النايت ويف لهذا الأسبوع جدا سهلة وجدا مكملة للبعض بشكل كبير جدا، خصوصا انه الناس اللي الأسبوع الماضي كثير من المهمات فاتتهم لأنه كانت الأيام جدا محدودة وقصيرة جدا، فكثير من الناس ما خلصوا المهمات الأسبوع الماضي. لكن الأيام هذه في عندك فرصة ذهبية استثمرها، راح تلاحظ انك خلصت كل مهماتك دفعة واحدة بدون ما تبذل اي مجهود، لان المهمات زي ما قلت كلها مكملة لبعض خلال هذا الاسبوع. فخلنا نشوف الان ايش عندنا من المهمات خلال هذا الاسبوع. طيب يا شباب زي ما انتم شايفين هذه هي مهمات هذا الاسبوع. اول مهمة عندنا يا شباب بيقول لك هنا اقتل 150 انمي بدمج المغناطيس، ودمج المغناطيس يا شباب اللي هو دمج الكهرباء مع الثلج، فبالتالي راح تلاحظ انك اذا ركبت مود الثلج والكهرباء راح تدمج الانمي بقيمة المغناطيس واقتل منهم 150 انمي. وما توقع صراحة ان هذه المهمة صعبة نهائيا لانك تقدر تخلصها بشكل سريع. المهمة اللي بعدها هنا يقول لك نفذ 5 باونتيات من الباونتيات الموجودة في مدينة سيتوس، فهذه فرصة ذهبية كبيرة جدا لك إذا كنت من الناس اللي تفرم على الإيفنت اللي هو البلوك ستار. البلوك ستار اللي هو الإيفنت الحالي لقتال الانفستد الموجودين في كوكب الأرض. هذا الإيفنت مشروح عندي بالقناة بالتفصيل كيف تتعامل معه وكيف تخلصه بشكل سريع جدا، ففرصة لك الآن فرم على البلوك ستار، راح تلاحظ انك خلصت هذه المهمة بدون ما تبذل اي مجهود، لانه كثير من اللاعبين الان شغالين على هذا الايفنت ويفرموا عليه. تمام. المهمة اللي بعدها هنا يقول لك صيد ست سمكات نادرة من مدينة سيتوس، وسمك مدينة سيتوس اسهل بكثير من العالم الخاص بفورتونا، فبالتالي استخدم الطعم الخاص بالسمك النادر وبالتالي راح تلاحظ انك خلصت هذه المهمة بشكل سريع جدا وما تطول نهائيا. تمام. المهمة اللي بعدها هنا يقول لك ركب جلد على اي شيء من اسلحتك، مثلا سلاح زاو، مثلا سلاح كاتشمون، مثلا مرافق، مثلا سلاح امب من اسلحة الاوبراتور، اي جلد تقدر تركبه خلال هذا الاسبوع ركبه من الاغراض او العتاد اللي انت تستخدمه في القتال، وراح تلاحظ انك حصلت على 6000 من المبالغ المالية الموجودة في هذه المهمة. المهمة اللي بعدها هنا يا شباب يقول لك نفذ 3 مهمات رسكيو اللي هي انقاذ الشخصيات. تمام. هذه المهمات من المهمات الحلوة والسهلة، تقدر تنفذها مثلا في مهمات الريليكات وممكن تنفذها في المهمات العادية في الكواكب، وبعد ما تنفذ هذه المهمة كذلك تقدر تستفيد منها بحيث انك تحصل على الاسبكتور الالي اللي تصنعه عندك في الفاوندري، فبالتالي تستفيد في جميع النواحي في تنفيذ هذه المهمة. ولا تنسى ان المبلغ الخاص فيها 6000 زي ما انتم شايفين، والمهمة سهلة جدا. تمام. نشوف اللي بعده. اللي بعده هنا يقول لك افتح 4 بوابات من بوابات الاوركن ديريليكت اللي هي نفذناها في الشرح اللي اسمه اسهل طرق المحترفين في الحصول على البلاتينيوم، واستخدم معك مفاتيح الدراغون كي 4 بوابات، مجرد ما تخلصها ممكن تحصل على مودات نادرة تبيعها او انك تستفيد منها في شخصياتك وتطور قدراتك القتالية. فاللي مو فاهم كيف الطريقة هذه يشوف الشرح اللي اسمه أسهل طرق المحترفين في الحصول على البلاتينيوم. نشوف اللي بعده. اللي بعده هنا يقول لك نفذ مهمة ديفنس لمدة 20 ويف، يعني لازم تخلص 20 ويف. فلاحظ الآن المهمة هذه يا شباب، أنت الآن هنا بتفرم على البلوك ستار، وهنا راح تشتري سلاح عشان تركب عليه الجلد، فبالتالي تقدر تلفله هنا في 20 ويف وترجع تركب عليه الجلد بكل سهولة، فبالتالي تلاحظ أنك خلصت 3 مهمات متسلسلة ومتتالية وراح تحصل منها على مبالغ مالية هائلة. هنا 6000 وهنا عندك 6000 وهنا عندك 9000، فبالتالي راح تلاحظ انك مشيت في مهمات هذا الاسبوع بشكل كبير جدا، وزي ما قلنا سلسلة متتالية. نشوف اللي بعده. اللي بعده هنا يقول لك نفذ 8 مهمات من الزونات اللي هي إليت سانشويري. طبعا الإليت سانشويري يا شباب اللي هي المهمات الصعبة اللي من ليفل 60 الى 80. طبعا اللي مو عارفة راح اوريك اياها الان، اللي هي هذه المهمات لازم تخلص فيها 8 زونات. طبعا هذه فرصة برضو للناس اللي تفرم على شخصيات هذا براتون فاندال او الاسلحة الخاصة باللاتو فاندال، اسلحة الفاندال الموجودة هنا، فهذه فرصة ذهبية لكم. طيب اللي بعده يا شباب اللي هنا يقول لك نفذ مهمة قتل 150 انمي بدمج النار. دمج النار تقدر تستخدم سلاح مثلا ميزته النار زي سلاح الاجنس، او تركب مثلا مود النار عندك في اي سلاح من اسلحتك، او تستخدم مثلا شخصية امبر وتقتل فيها 150 انمي في نفس مهمة الديفنس هنا،
فبالتالي تلاحظ انك خلصت مهمتك بشكل سريع جدا وبدون ما تبذل اي مجهود. اخر مهمه يا شباب عندنا هنا يقول لك هكر 8 أجهزة من اجهزه الكونسل. طبعا اي جهاز عندك يتهكر هكره. انا بالنسبه لي يا شباب صراحه نفذتها في العالم المفتوح الموجود في مدينه سيتوس، دخلت وهكرت 8 من اللورات دفعة واحدة، فبالتالي لاحظت اني خلصت هذه المهمة بدون ما ابذل اي مجهود. انتظر الليل وادخل، او انك تستفيد منها في تنفيذها في مهمات الرسكيو هنا او مهمات السباي بطريقتك الخاصة، لكن انا انصح انك تدخل العالم المفتوح الموجود في مدينة سيتوس وتهكر 8 من اللورات، راح تلاحظ انك خلصتها بشكل سريع، وبعد كذا ابدا في مهمة الصيد، برضو راح تلاحظ انك خلصت هذه المهمة بشكل سريع بدون ما تبذل اي مجهود في المهمتين. فتقريبا هذه هي المهمات يا اخوان اللي عندنا خلال هذا الاسبوع، فخلونا نشوف الان المتجر او السوق الخاص فيهم. طيب كالعاده يا شباب انا راح اذكركم بالاشياء المهمه اللي هي الاوريكن كاتاليست والاوريكن رياكتور والنتيان اكستراكت. هذه من الاشياء اللي دائما تسالوا عنها، فهي موجوده الان وفرصه لكم اذا كنتم تحتاجوها، اما اذا كنت ما تحتاجها لا تخسر المبالغ الماليه لانك ممكن تستفيد منها في مودات الاورا. وزي ما انتم شايفين يا شباب مودات الاورا خلال هذا الاسبوع مودات مهمه جدا، ما هي زي الاسبوع الماضي. فالاسبوع الماضي ممكن قلنا نقدر نستغني عن مودين، لكن هذا الاسبوع انا بشرح لك جميع المودات لاني اشوفها انها كلها مهمه جدا. فخلينا نشرحها الان بشكل سريع. المود الاول يا شباب اللي اشوف انه هو اهم مود من هذه المودات اللي هو الكروس بروجكشن، هذا وظيفته ينقص الارمر عند الانمي. المود الثاني اللي بعده يا شباب هذا اللي هو ستيل تشارج. هذا ستيل تشارج يا شباب يعتبر من المودات المحبوبه لكثير من اللاعبين. ليش محبوب يا شباب هذا المود؟ اولا يرفع لك قيمه الدمج عندك في الميلي، يعني يعطيك قيمه دمج بقيمه 60%، فهو يعتبر من المودات القويه بشكل كبير جدا. وثاني شيء يا شباب يعتبر هذا المود من افضل المودات في تظبيط البلدات. ليش؟ لانه يعطيك خانات بشكل كبير جدا، بحيث انه يرفع لك الخانات الموجوده في البلد، بحيث انك تركب بطاقات بشكل اكثر وترتاح بشكل احسن في تظبيط البلدات. فانا اشوف انه الاول كروس بروجكشن، بعد كذا المود اللي هو ستيل تشارت. المود الثالث اللي ارشحه لك اللي هو خاص بالشلد، هذا يضعف الشلد الخاص بالاليين. فاذا كنت من الناس اللي تلعب الان في كوكب جوبيتر او التحديث الجديد ضد الاليين، فالمود هذا راح يفيدك بشكل كبير، انه يضعف لك قيمه الشلد الخاص بالانمي بقيمه 24%، زي ما انتم شايفين هنا ينقص الارمر وهنا ينقص الشلد، فهذا يعتبر من المودات الداعمه لك في القتال، تمام؟ اخر مود عندنا يا شباب اللي هو هذا المود. هذا المود وظيفته دعم لك انت وفريقك. يعني وظيفته ايش بالضبط يا شباب؟ اذا تدمج اي لاعب فيكم سواء انت او احد من فريقك راح يبدا عندك الدم يرجع تدريجيا، يعني في كل ثانيه يجيك 3 نقاط من الدم، فبالتالي راح تلاحظ انك تهلك نفسك تدريجيا في الجيم. لكن هذا المود يا شباب انا اعتبره انه هو اخر مود ضمن المودات خلال هذا الاسبوع. فنعيدها بالترتيب: كروس بروجكشن، ستيل تشارج، مود الشيلد، مود تهليث الفريق او تهليث شخصيتك. فتقريبا هذه هي اهم الاشياء يا شباب اللي عندنا خلال هذا الاسبوع من المودات ومن الاشياء الموجوده في المتجر، وكذلك شرحنا المهمات خلال هذا الاسبوع. فجميع المهمات يا شباب خلال هذا الاسبوع مكمله لبعض بشكل كبير جدا ومريحه بشكل كبير جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا يا اخوان معايا في هذا الفيديو. لا تنسوا يا اخوان دعم القناه من اشتراك ولايك، ولا تنسوا يا اخوان نشر الفيديوهات. وهذا اللي عندي، وسلامتكم، مع السلامه.